الفنان التشكيلي مهند عرابي، مواليد دمشق عام 1977، خريج كلية الفنون الجميلة قسم التصوير بدمشق عام 2000. اشتغل مخرج بشركة بتهتم برسوم الأطفال وقدم برامج لرسوم الأطفال بالتلفزيون. حاصل على العديد من الجوائز، أهمها الجائزة الأولى على سوريا بمسابقة التصوير وهو بسن 12 سنة، والجائزة الثانية بمسابقة المرأة والمجتمع بفندق إبل الشام، والميدالية الفضية بمسابقة شينغار بالهند لرسومات الأطفال، والجائزة الثالثة بمسابقة ألوان دمشق بمرسم مصطفى علي عام 2004، وآخر الشيء عام 2006 الجائزة الأولى بمسابقة معرض الشباب في الرواق العربي. مهند عرابي في مذكرات بصرية. المتابع لأعمالك مهند عرابي بيلاحظ دائما المفرد العام اللي بتشتغل عليه اللي هو البورتريه أو الوجه، لوين بتاخذنا بالبورتريه بالوجوه وشو سبب انتقائك لهي المفردة؟ هلا الموضوع على رغم بساطته هو الوجه، العينتين وتم وأنف، خلينا نقول دائما بيستفزني قديش فينا نخلق منه احتمالات. كتير فنانين اشتغلوا على البورتريه، تعاملوا مع الموضوع من عدة زوايا، عدة مدارس فنية. أنا من بداياتي كنت اشتغلت على البورتريه، كنت أرسم الأشخاص اللي حوالي بهالبساطة، يعني شو حاسس تجاههم. حياتي ما رسمت، ما بحب أرسم حدا، حط قدامي حدا وأرسمه يعني. بس إنه بتذكر إنه كنت دائما عندي إنه بحب أمشي كتير وشوف وجوه العالم، وبعدين فجأة هيك بيحضر شخص على السطح الأبيض اللي بكون عم يشتغل عليه وبصير موجود. الإسقاط يبدو إسقاط البورتريه دائما بيكون أقرب للناس بفهمه. هلا ما بعرف، هلا بالبداية كان في شيء اشتغلت عليه هو سيلف بورتريه. سيلف بورتريه هو إله قصة، كان هذا الموضوع. أنا كنت عم بشتغل على قصة شلون اتحول لطفل. ما كنت أرسم يعني إنه متعمد إنه أرسم شيء إله علاقة بهذه المرحلة العمرية يعني. بس بذكر إنه كان في حالة ولادة عنا بالعائلة، طفلة اللي ولدت اضطرت تنحط بحاضني. هلا انا عم شوف، عم راقب الاشخاص، عم راقب هدول الاطفال كلياتهم من ورا بلور كيف محطوطين بعلب ازاز، كل حدا له ارقام يعني. وانا بعرف انه رقم كذا هو هذا الطفل اللي بيخصنا، بس بالنسبه لي صاروا كل الاطفال بيشبهوا بعضهم. ووقتها صار نقطه تحول وضلت هي القصه. اشتغلت على هذا الموضوع شي سنتين ثلاثه، اسمه سيلف بورتري. هو ما سيلف بورتري لإلي، كان ممكن يكون سيلف بورتري لاي شخص عم يشوف اللوحه. بعدها انتقلت الموضوع حسب الاحداث اللي عم عيشها، يعني انا تاثير الحاله اللي عم عيشها والحاله النفسيه واليوميه تبعي هي اللي بتنعكس على العمل، هي اللي بتقودني وين رايح العمل. قبل ما ننتقل لمشهد خروجك من البلد، باعمالك 2009 2010 كثير بنلاقي على صعيد التكنيك في تحوير فظيع بالشغل، الخط الدائري، الوجوه الغير مكتمله دائما. في مشهد انت مركبه، وكمان في حضور كثير قوي كان للانثى بشكل واضح. لوين كنت رايح بهي الذاكره او بهي الحالات بالعموم؟ يمكن الفنان بيعرف يبلش بس ما بيعرف حاله وين رايح. يعني تبتدي التجربة يمكن بالصدفة بتطلع معك. أنا برسم سكتش كتير، بحب استعمل القلم والخط والدفتر والورقة وهيك، بسجل مذكراتي بخطوط يعني. ونعكس هذا الموضوع على لوحاتي، يعني وقت تشوف لوحاتي القديمة مثل عم تشوف كتاب مذكرات، يعني بتخيل تماما كل لوحة شو الحالة اللونية اللي كنت فيها. حتى أحيانا درجة اللون، إنه إذا أحمر فهو هذا أحمر حب ولا أحمر كره، ولا هذا الأحمر هو غضب، يعني بالنسبة لي بيفرق مع أنه هو لون واحد نفس الدرجة. يعني كان بحثي هو عبارة عن دائرة ضمن المربع، دائما يستهويني هذا الشكل، حالة الدائرة ضمن المربع. فكانت معظم الأعمال بالنسبة لي بهذيك الفترة هي مربع، والتكوين العام، الشكل العام للعمل بغض النظر عن تفاصيل موجودة فيه هو دائرة. شلون احنا بهي البساطة كيف فينا نشكلها نشكلها جوا بعض. فهو هيك بحث بسيط وحالة من كان في عفوية أكثر.
فيما بعد بأعمال بعد 2010 صار في صياغة الشغل على العيون، البريق، النضج، في اكتمل العنصر الأساسي، كان في قصد. يعني حتى لو أنت مررتنا بقضية اللاوعي بحالات الرسم، العيون تضحت معك بفترة غريبة مهند. العيون فجأة مثل كأنه حدا، يعني هي العيون هي مفصل أساسي بعملي. حتى بالأعمال القديمة اللي كانت العين عبارة عن كتلة سودة وهالة سودة، بس كانت تقدر تحصل فيها على مشاعر. العين بالنسبة لي كتير عنصر مهم، حتى بخطابك مع الشخص. يعني ممكن تكون أنت عم تحكي مع حدا، هو عم يحكي شيء، بس أنت عم تقدر تقرأ عيونه وعم توصل لنتيجة تانية. يعني العيون ما بتكذب. فجأة العيون فتحت نتيجة المشهد اللي عم يصير، نتيجة العنف الفظيع اللي عم يرتسم حوالينا، ورجع هذا الولد أو هذا الطفل ظهر مرة تانية باللوحة، وظهر مفهوم العيلة. الطفل، لأنه فجأة هدول الأطفال، يعني أنت بتشوف إحصائيات أطفال عنا من اللاجئين ومشردين وتركوا مدارسهم وفقدوا أهاليهم، جيل كامل أو عدة أجيال هلأ، هدول أملنا للمستقبل، هدول دمروا. فهذا بالنسبة لي كأنه دائما كان في عنده هذا النظرة أنه ليش هيك. للأسف بعدين صار الشغل كله فيه سمة الحزن، حتى العين والبريق هو البريق اللي دائما بحط مثل كأنه دائما نحن بطبيعتنا بنشوف الضوء هو الأمل. بعدها ما بس اقتصر التغيير على العين، شغل صار أكثر واقعية، أكثر أساوي. بالضبط. أنا هون بدي أسألك، يعني حتى ظهر في عندك تفاصيل كتير واضحة يعني، ومفردات واضحة مثل السلاح ببعض الأعمال. أكيد أنا بعيش لوحتي يومي، يعني الرسم بالنسبة لي ما هو حالة هيك واحد عنده طرف شوية وقت فبيروح بيرسم، بتاكل وبتشرب مثل ما بدك ترسم. يعني في مشهد حواليك أكبر منك عم ياخدك قد ما تحاول، بس أنا بنفس الطريقة ما بحب أعبر بطريقة كتير مباشرة. يعني بحب هيك تنزية، بحب الحالة العاطفية، بحب الإنسان. يعني الإنسان مثل ما قلت إنه موضوع الإنسان هو موضوعي من بداياتي، من حتى من أيام مشروع تخرجي. رح أرجع أسأل معك هلأ من ضمن هاي التساؤلات، وتحديدا بقضية اللون، وتحديدا بقضايا التكنيك. يعني بنلاحظ في اختلاف باللونية، بالانتقال من الألوان الحارة الفرحة، أو فورا بيجيك لون تاني أسود هيك بيعمل جرأة فظيعة. بنروح معك لسمة تانية، دم التكلف بالشغل على الباكراوند، الخلفية اللي هي أقرب للجرافيك. يعني أحيانا بتستخدم الكولاج كتير هاي العناصر هيك غرائبية عندك بتطلع أحيانا باكتمال العمل. هي قلت لك يمكن الصدفة أحيانا تلعب دور أثناء بناء العمل والحوار والعلاقة. لما بتكون أفدام اللوحة هي بيضة فعندك آلاف الاحتمالات، بس لما تبلش ترمي أول لون عليها ببلش الموضوع، ببلش الأخذ والرد والرفقة. يعني هي لحظة انتهاء العمل هي لحظة حزينة بالنسبة لي، لأنه حس كأنه انتهت علاقة وعم تبحث على علاقة تانية. يعني في عدة أمور بشتغل عليها. هلأ يمكن بالصور اللي بشوف الشغل شغلي بشكل مباشر ببين معه قديش في بناء على التكتشر وعلى الطبقات اللوحة. بالصورة هاي الأمور كتير التفاصيل ما كتير بتبين. يعني مثلا أنا كتير برتبط بالمكان، فبذكر أنه يعني مثلا باعتبار تنقلت بعدة أماكن، فبذكر أنه مثلا بمرسمي بالشام كان بمنطقة اسمها ساروجة، حارة جميلة جدا واسمها حارة الورد. يعني شوف ما أحلى، أنت عم تروح ترسم بحارة الورد بيت قديم وهالحجر تبعه، ضليت فيه شيء 9 سنين. فبذكر آخر مجموعة بعرف حالي إنه خلص يمكن نروح وما عاد أرجع لهذا المكان. جمعت تراب من المكان من هذا البيت وخلطته ببعض المواد وثبتته على الكانفاس على القماش اللي عم بشتغل عليه، فطلعوا 12 لوحة. وكأنه هيك أخذت من تراب المكان اللي فيه دعساتي وفيه همي وفيه تواصل مباشر يعني 9 سنين، ووثقتها باللوحة. هلا هي التفصيلة الصغيرة أنا بعرفها، يعني لما بشوف اللوحات جزء المتلقي ما كتير يهتم بالتفصيلة هي، بس أنا هيك نوع وضافت علي شيء، ضافت لي حالة يعني حلوة، مثل لما كنت صغير هيك، فصار سطح اللوحة مثل الأرض، مثل الجدار مثلا. لأنه كلياتنا كنا نرسم على الحيطان، كلياتنا نرسم نحن وصغار سمنا على الأرض مبشورة، فنقلت هذا الإحساس. وبنفس الوقت أثر المكان نقلته للوحة تبعي، بالإضافة لتأثير المكان نفسه كحالة. نفس الشيء صار معي بمصر، انتقلت هاي الحالة بغير طريقة، وحاليا هلأ عم اشتغل على شيء له علاقة بالتراب تبع الصحراء وهذا المشهد اللون اللي تشوفه. كيف بنقله هيك أحيانا بتفاصيل على اللوحة.
هذا جزء من حالة الكولاج اللي كان وقتها انه انا بدي في عندي جرعة انفعالية كتير كبيرة وبدي خزق اي شيء مثل واحد عم ينتف يعني وتجرب شو بيطلع معه نتائج. واحيانا بعملها مثل التمارين انا يعني انه انت فرضا المجلة اللي قدامك اللي هي فيها مجموعة الوان وملصقات واعلانات وكتابة فتحولت هي الى باليتة الالوان تبعي والمشرط تحول بدال الفرشاية او ريشة الرسم صار في مشرط وبدال الوسيط اللي هو المي او النفط اللي بنستعمله بالالوان الزائي يعني. فانه هي كمان حاله بحث انه بدي اصفر او بدي ابيض او بدي شيء فبدور عليه من هاي البلاتت او هاي الجرايد او هاي المجلات اللي حوالي شو فيني اعمل منها تركيب. هذا طور لي تكنيكي شوي طور لي علاقتي مع اللون مع التكوين شلون فيني ابني. وبنفس الوقت كنت بدي اخلص حس بحاله هيك من الراحه لانه فرغ لي هاي القصه هل التمزيق والقص واللزق فيها فعل يعني فيزيائي جسدي هيك فانت عم تعمله فبنفس الوقت عم يساعدك انك تكون مرتاح بعد نهايه العمل يعني وتشوف وين بودي. اهم شيء العمل الفني هو مو ارسم والون يعني هي ابحث هي حاله بحثيه فيها متعه ايه بدها فيها متعه انك انت كيف جزء انا بحط تخطيطات مسبقه للعمل يمكن بتكون نسبه 10% بس اثناء التنفيذ ما بعرف وين بروح يعني ما بتعرف ان اللوحة بتوديك فهي هيك. رح اختم معك هون مهند عرابي كتير شكرا. رح اختم عند علاقتك المباشرة باللوحة بشكل فيزيائي حتى يعني مو بس بشكل اغترابي اذا رح نسمي. شكرا كتير لك ونتمنى لك الابداع الدائم مهند عرابي. شكرا لكم وشكرا لهاللقاء الجميل وشكرا اذاعتكم.